بالتأكيد عين الاستحقاق الليبي على الشركات المصرية وعين الشركات المصرية على الاستحقاق الليبي اللي هو يخص إعادة الإعمار. والله نحن محتاجين كل شيء، ونحن نعمل من خلال حاجتنا. يعني احنا محتاجين لإعمار، محتاجين إلى الصحة، محتاجين إلى بناء، محتاجين إلى تكامل مجتمعي في حيث الخبر، نقل الخبرة، التدريب، التعليم، كل القطاعات هي محل اهتمام ومحل تقييم ومحل دراسة واستحقاقات وتنفيذ. يعني